جرى تحت رعاية معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين صباح اليوم احتفال بمناسبة عودة سفينة مملكة البحرين صبحة إلى أرض الوطن بعد مشاركتها في مهمة إعادة الأمل. فلدى وصول معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين إلى القاعدة البحرية بسلاح البحرية الملكي البحريني، كان في استقبال معالي سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وبعد ذلك جرى عزف سلام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، ثم تفضل معاليه بالسلام على طاقم سفينة مملكة البحرين صبحة من ضباط وضباط صف وأفراد، والتقى معاليه بقائد سفينة مملكة البحرين صبحة العقيد الركن بحري عدنان حسين صفر وعدد من ضباطها. وبهذه المناسبة عبر معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد سفينة مملكة البحرين صبحة بمشاركتهم في مهمة إعادة الأمل، ونقل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إليهم تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله. وأشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين لقيامهم بهذا الواجب السامي بكل شجاعة وإقدام، مضيفا أنهم كما نعهدهم دائما فقد اطلعوا بأداء الواجب الإنساني نصرة للحق، داعيا معاليه الله تعالى أن يوفق ويحفظ وينصر أخوانهم من قوة دفاع البحرين ومن جميع القوات الشقيقة والمشاركة في عمليات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في البر والجو والبحر. وقال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إن هذه المشاركة مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية اليمن الشقيق والحكومة الشرعية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وحمل مشاعل النور ولواء الخير للدفاع عن الحق وتحمل المسؤولية والأمانة في حفظ الأمن القومي العربي ومهمة الاستقرار الإقليمي.
وسلام يا فرزل وغا طير حوران، القائد الأعلى حمد لك تحية، فرسانكم اليوم في البحر حيتان، تحمي اليمن بالروح ولا المنية، وصقور بحر نرصده وكل نيشان، من شافها الرادار هم الخوية، ثم عود ولا دار ذربين الإيمان، أهل الوفاء وأهل الكفوف الندية. من السواحل اليمنية عادت سفينة مملكة البحرين صبحة تحفها أمطار الخير والبركة بعد مشاركتها في مهمة إعادة الأمل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للاستجابة لطلب السلطة الشرعية في جمهورية اليمن الشقيق ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعلت على مياه بحر العرب لتقف سدا منيعا في تأمين المياه الإقليمية اليمنية من تسلل السفن التي لا تحمل تصاريح الدخول إلى الموانئ اليمنية ولتمد في الوقت نفسه يد العون في إيصال المساعدات الإنسانية. اللي قمنا فيها أكثر شيء كانت نقلة نوعية على حجم السفن اللي احنا كنا نقوم فيها، فالحمد لله في هذه المهمة احنا قدرنا نقوم بعمليات أكبر وتفتيش سفن أكبر وإيقاف عمليات تهريب لسفن عدد أكبر. كانت المنطقة تشكل تحدي جديد لنا لأنها منطقة جديدة بالنسبة لنا، ولكن الحمد لله الطاقم قدر يتعامل. فرحة إنجاز المهمة والعودة إلى الوطن قابلها حنين الأهالي لقرة أعينهم الذين شاركوا في أداء الواجب الوطني مرتسمة على محياهم عبارات الفخر والاعتزاز. ما أن يشتد البأس إلا وكانت قوة دفاع البحرين في الصفوف الأولى في الدفاع عن الحق سباقة كعادتها إلى جانب الأشقاء في حفظ الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي. عادت إلى أرض الوطن شامخة تعلوها راية الفخر مبشرة بمواقف أبطال قوة دفاع البحرين في مختلف المهام الوطنية المقدسة على مر السنين. عمار العماري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.